التقت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وفدا من المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وأكدت وزيرة الصحة أهمية دور المركز في مواكبة المستجدات المتعلقة بانتشار الأمراض المزمنة والسارية والوقاية منها والتنسيق مع القطاعات الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تطوير أنظمة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية. من جانبه اشاد الوفد بجهود مملكه البحرين تجاه دعم العديد من الخطط والبرامج الخليجيه المشتركه